بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم أعزائي التلاميذ جبنا لكم درس جديد، وهذا الدرس يتكلم عن الكسور، يعني كيفاش نكتبوا كسر وكيفاش نقرأوا كسر. اليوم إن شاء الله بربي نتعلموا هذا الدرس مع بعض. بسم الله. الآن شارك تشوف عزيزي التلميذ، راك تشوف شريط. هذا الشريط راه مقسم الى 6 أجزاء متساوية، ما ننساش 6 أجزاء متساوية. ما يهمش تكون مربعات ولا مستطيلات ولا ما يهمش، المهم يكونوا متساويين. اذا هذا الشريط راه مقسم الى 6 أجزاء متساوية. الان انا نحوس نكتب هذاك المربع الاحمر، نحوس نعبر عليه بكسر. الان قبل ان نكتب الكسر لابد أن نضع خط الكسر، هذه أولا وقبل كل شيء، خط الكسر هو الأول. الآن عد معي يا عزيزي التلميذ، شحال عندي قاع من مربع؟ كل أحمر كل أبيض، عندي 1 2 3 4 5 6. إذن هذا الشريط راني مقسمه على 6، إذن هنا نكتب العدد 6 في المقام، هكذا، هذه 6 نكتب 6 لتحت. شحال عندي من مربع ملون بالأحمر؟ عندي 1، إذن نكتب 1 لفوق. هكذا بهذا الشكل. إذن هذاك المربع اللي راه ملون بالأحمر، هاو العدد تاعه اللي عبر عليه، 1/6، يعني أخذت 1 من 6، أخذت 1 من 6. يقرأ 1/6 ولا يقرأ سدسٌ، هكذا سدسٌ. ننتقل إلى المثال الثاني. لاحظ معي عزيزي التلميذ هذا الشريط، هذا الشريط شحال فيه من جزء؟ كلش بالأحمر بالأبيض، عندي 3 حمرين وعندي 5 بيضين، صافي قاع شحال تولي 8. إذن هذا الشريط راه مقسم إلى 8 أقسام. وأنا نحوس نكتب هذاك الأجزاء اللي راهي باللون الأحمر، نحوس نعبر عليها بكسر. إذن الأولى نحط خط كسر، ثم نعد شحال عندي من مربع كامل، عندي 8 مربعات أو 8 أجزاء، نكتب في المقام 8، هكذا نكتب في المقام 8. الآن شنو نكتب الفوق؟ نكتب عدد المربعات اللي راهي ملونة بالأحمر، عندي 3. إذن هذا كل جزء اللي راه ملون بالأحمر الفوق، ها هو الكسر اللي عبر عليه، يعني أخذت 3 من 8. وهذا الكسر اللي رانا نشوفه فيه، هذيك العدد 3 يسمى بسطاً، وهذيك 8 اللي راهي في الأسفل تسمى المقام، وهذاك الخط اللي راه في الوسط يسمى خط الكسر. الآن هذا الكسر 3/8 نكتبه بالحروف بهذا الشكل، 3 أثمان، 3 أثمان. يعني ما معنى 3 أثمان؟ يعني المربع الأول يسمى ثمن، والمربع الثاني ثمن، والمربع الثالث ثمن، إذن 3 أثمان. يعني كل مربع هو 1/8، والمربع الثاني 1/8، والمربع الثالث 1/8، إذا في 3 تولي 3/8. ننتقل إلى المثال الثالث. عندي هذا الشريط الآن راه مقسم إلى 5 أقسام متساوية، وأنا شندير نحوس نعبر على اللون الأحمر. إذا الأولى نضع خط الكسر، ثم نعد كل المربعات، المربعات كامل عندي 5، نكتب 5 في المقام، نكتب 5 في المقام بهذا الشكل. إذن الآن نكتب المربعات شحال عندي من اللون الأحمر، عندي 2، إذن نكتب 2 الفوق. إذن هذا كل جزء اللي راه ملون بالأحمر، هذا كل جزء اللي راه ملون بالأحمر رانا عبرنا عليه بهذا الكسر، 2/5، يعني لونت 2 من 5، كانوا عندي 5 ولونت أنا غي زوج، إذن أخذت 2 من 5. إذن هذا الكسر يكتب بالحروف على هذا الشكل، 5. المربع الأحمر الأول نسميه 5، والمربع الثاني نسميه 5، يعني 1/5 و1/5 يولو 5، 2 من 5. الآن ننتقل إلى المثال الثالث أو الرابع.
لاحظ معي عزيزي التلميذ، عندي هذا الشريط راه مقسم إلى 7 أقسام أو 7 أجزاء، 5 حمرين وزوج بويضين، كل قاع تولي لي 7. الآن أنا نحوس نعبر على الجزء الملون بالأحمر. إذن الأولى نحط خط الكسر، ثم نعد قاع المربعات اللي راهم عندي. شحال عندي مربعات؟ عندي 7. إذن أكتب 7، أكتب 7 في المقام، أكتب 7 في المقام حسب عدد المربعات. الآن نعد المربعات الملونة بالأحمر، عندي 5 مربعات راهي ملونة بالأحمر، إذا نكتب في البسط العدد 5. إذا هكذا أكون قد عبرت عن الجزء الملون بالأحمر بهذا الكسر، يعني أخذت 5 من 7، أخذت 5 من 7. إذا هذا الكسر يقرأ 5 على 7 أو يقرأ 5 أسباع، 5 أسباع بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى المثال الموالي. راني قوي الأمثلة عزيزي التلميذ باش تفهم. الآن عندي هذا الشريط راه مجزأ إلى 9 أجزاء، إلى 9 أجزاء، وراني لونت 8 أجزاء باللون الأحمر، وأريد أن أعبرها عن هذا الجزء الأحمر بكسر. إذا واش ندير؟ الأولى نحط خط الكسر، نحط خط الكسر. شحال عندي من مربع كامل؟ كاع عندي 9 مربعات. إذا نكتب 9 في المقام، نكتب 9 في المقام. الآن شحال عندي من لون أحمر؟ شحال عندي من مربع ملون بالأحمر؟ عندي 8 مربعات. إذا نكتب 8 فوق في البسط، إذا أخذت 8 من 9، أخذت 8 من 9. إذا هذا الكسر يقرأ 8 على 9، أما بالحروف فيقرأ هكذا 8 أتساع، 8 أتساع. ننتقل إلى مثال آخر. الآن نعطيك كسور ونحاول كتابتها بالحروف. الآن عندي الكسر الأول هو 1 على 5، النجم نكتبوه 1 على 5 ونكتبوه كذلك خمس، خمس. الآن عندي الكسر 2 على 7، يقرأ 2 على 7 أو يقرأ سبعاني، سبعاني. الآن عندي الكسر الثالث وهو 1 على 2، هذا يقرأ نصف، هذا يقرأ نصف. زيد عندي أمثلة أخرى. الآن عندي الكسر الأول وهو 5 على 2، التلميذ كي يقرأه يقرأ 5 على 2 صحيح، والنجم نقرأه 5 أنصاف، 5 أنصاف. نبدأ بالبسط أولا، نبدأ بالخمسة، ما نقولش 2، نبدأ بالخمسة، 5 أصناف. الآن عندي 1 على 10، 1 على 10، يعني أخذت جزء واحد من، أخذت جزءا واحدا من 10. إذن هذا يقرأ عشر، عشر بهذا الشكل، عشر. نزيد الكسر الموالي، عندي 9 على 6، 9 على 6، هذا يقرأ 9 أسداس، 9 أسداس، يعني 1 على 6، 1 على 6، 1 على 6، 1 على 6، 9 مرات. إذا نقول 9 أسداس. الآن عندي المثال الأخير، عندي الكسر الأول 3 على 9، 3 على 9، هذا كيف يقرأ؟ يقرأ 3 أتساع، 3 أتساع. الآن عندي الكسر الثاني هو 1 على 3، إذن هذا يقرأ ثلث، يقرأ ثلث. والكسر الأخير هو 1 على 4 ويقرأ ربع، ويقرأ ربع. إلى هنا عزيزي التلميذ نكون قد أنهينا هذا الدرس، وأتمنى أن تكون قد فهمته جيدا. وفي الدرس المقبل إن شاء الله بربي غادي نديرو كيفية كتابة كسر على شكل عدد طبيعي زائد كسر من المرة هذه، وجاي إن شاء الله بربي سنقرأ عن الكسور فقط، تقريبا الكسور والأعداد العشرية. إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.